الفقهاء أيضا في بعض الأوقات شددوا على المرأة تشديدا كبيرا في قضية المنع من الذهاب إلى المساجد. المرأة كانت تذهب إلى المسجد تصلي الجماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس حتى العشاء والفجر في وقت لم تكن فيه الطرق مضاءة ولا مرصوفة ولا كذا. وجاء في صحيح البخاري إنهن كنا ينصرفن بغلس، يعني ولسه الدنيا فيها الظلمة لا تزال قائمة. لماذا لم يمنعهن؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسارد الله. وكانت عاتكة زوج عمر رضي الله عنه تذهب إلى المسجد للصلاة، وكان عمر لا يحب هذا، كان رجلا غيورا، فقيل لها إن عمر لا يحب أن تذهبي إلى المسجد. قالت وما له لا ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فظلت تصلي حتى حينما يعني ضرب عمر كان في المسجد، كانت هي في المسجد في ذلك الوقت. فالرسول يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحينما حدثت مشادة بين سيدنا عبد الله بن عمر وأحد أولاده، قال والله لنمنعهن، إنما يتخذنه دخلا، يعني لأن فيه نية سيئة لهذا الأب. فغضب عليه ابن عمر وقل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك. فما كلمه يعني حتى مات، يعني غضبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصر السيدة عائشة قالت كلمة تنكر بها على أن بعض النساء انحرفن عن الهدي النبوي. قد عاشت عائشة حتى العصر الأموي، فقالت لو علم رسول الله ما أحدثن بعده لمنعهن من الخروج. تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يذهبن إلى المسجد تفلات غير متطيبات ولا متعطرات ولا متبرجات. فلو علم هذا لمنعهن. فبعض العلماء اتخذ من هذه الكلمة تكأة لمنع النساء، ومنعت المرأة. في أول الأمر كانوا يمنعون المرأة الشابة ويجيزون للمرأة العجوز أن تذهب إلى المسجد، ثم في العصور المتأخرة قالوا لا، حتى العجوز لا ينبغي لها أن تذهب إلى المسجد. وقال شاعرهم لكل ساقطة في الحي راقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. العجوز حتتيها شاي واحد شايب زيها، فمنع المرأة العجوز والشابة، وحرمت النساء تماما من الذهاب إلى المسجد. وقد نشأت أول في صباي وجدت النساء في الريف جاهلات بالدين تماما، وكثيرات منهن لا يركعن لله ركعة، يصمن رمضان كله حتى وهن حيض، يعني ازاي افطر رمضان ولكن لا يصلين، ما علمهن احد. الفقهاء حينما قالوا المرأة لا تذهب قالوا على ابيها ان يعلمها وعلى زوجها ان يفقهها. ولكن اذا كان الاب نفسه غير متعلم والزوج غير متفقه، فكيف يعلمها او يفقهها وفاقد الشيء لا يعطيه وقد ضل من كانت العميان تهديه. ولذلك بقيت المرأة جاهلة بالدين الى هذا الحد، رغم وضوح الاحاديث القولية ووضوح السنة العملية بذهاب المرأة الى المسجد 5 مرات. والعجيب انه الى اليوم في كثير
من البلاد الإسلامية لا تذهب المرأة إلى المسجد، لا تذهب المرأة إلى المسجد. ذهبت إلى الهند وباكستان وبنجلاديش، البلاد المذهب الحنفي، مذهب الحنفي لا يجوز للمرأة أن تذهب. ألقيت محاضرات في آلاف من الناس، أقول لهم لماذا لا تحضر النساء في المساجد؟ يقولون المذهب يحرم هذا. طب المذهب قال ان الزوج عليه ان يعلم الزوج، هل انت هتروح تقول لزوجتك هذه خلاصة هذه المحاضرة؟ يقول لا. طيب كيف تمنعها؟ وبعدين ليس المقصود فقط من الذهاب الى المسجد اداء العبادة، الذهاب الى المسجد فيه تعلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فكيف نحرم المرأة من التعلم وفيه تعرف على الأخوات المسلمات الأخريات ليقمنا معا بعمل خير طيب مشترك؟ فهناك أناس يحرمون المرأة من العبادة الجماعية بعد أن خرجت المرأة الآن وذهبت إلى المدرسة وذهبت إلى الجامعة وذهبت إلى السوق وسافرت، ومع هذا بقي المسجد وحده هو المحرم عليها، في حين تذهب النصرانية إلى الكنيسة وتذهب اليهودية إلى البيعة وتذهب المجوسية والهندوسية إلى المعبد. المرأة المسلمة هي المحرومة من هذا. فهذا في الحقيقة يعني يكون يأتي باسم الدين، مشكل أن يأتي هذا باسم الدين وتمنع المرأة من هذا الخير الكثير.